الفنانة دنيا بوطازوت رفقة والدتها تنال إعجاب المتابعين. إليكم التفاصيل. شاركت الفنانة المغربية المتميزة دنيا بوطازوت صورة لها رفقة والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، حيث تم تداول الصورة التي جمعت هذه الأخيرة بوالدتها عبر مجموعة من الصفحات الخاصة بنشر أخبار الفن والمشاعر. وقد سبق للفنانة دنيا بوطازوت أن كتبت تدوينة أرفقتها بالصورة التي جمعتها بوالدتها داخل سيارتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأرفقتها بالتعليق قالت فيه: أمي غالية وعزيزة يزة، الله يخليك لنا والله يسمح لنا من الوالدين. ولدت الفنانة دنيا بوطازوت في يوم 13 من يونيو عام 1981 في مدينة الدار البيضاء المغرب، ونشأت في نفس المدينة، وذلك حسب تصريحاتها في برنامج رشيد شو الذي يبث على القناة الثانية دوزيم، إلى أن أصول والدها من مدينة ورزازات وهي أصول أمازيغية، واسم بوطازوت يعني الأمازيغية أبو الكحل. وحصلت دنيا بوطازوت على دبلوم البكالوريا في الأداب العصرية، والتحقت بالجامعة تخصص الأداب الفرنسي، حيث لم تجد نفسها هناك حسب قولها، ثم بعد ذلك التحقت بالمعهد العالي للمسرح والتنشيط الثقافي، حيث حصلت على إجازة في فن التشخيص، ولم تتوقف عند هذا الحد، بحيث أن شغفها بمجال الصحافة جعلها تلتحق بمعهد الصحافة والاتصال بعد سنتين من العمل الفني، حيث حصلت على إجازة أخرى وكان موضوع بحث تخرجها هو الصحافة الفنية.